احد الاخوة المتابعين الافاضل كان كتب لي في التعليقات، وبعد كده لما قابلته على احد البراريم اعاد علي نفس الطلب، وهو ان انا اتكلم على موضوع الـ MWD. والحقيقة ان انا وعدته ان انا ألبي طلبه ده في اقرب فرصة، وان شاء الله ابتداء من النهاردة هنبتدي نتكلم في هذا الموضوع. والـ MWD زي ما احنا عارفين هي اختصار لجملة موفي وايل دريلينج، يعني الراجل بتاع الـ MWD كل اللي مطلوب منه على البريمة ان هو يجي يعمل ريجاب لليونت بتاعته ويوصل الكهرباء عشان يشغل التكييف، وبعد كده بيطلع الكمبيوتر وبيطلع سجل الافلام اللي موجودة عنده، وكل اللي بيعمله ان هو بيقعد يتفرج على الافلام ويطرقع في صوابعه زي الفيديو ده. طبعا الكلام ده ممكن ما يعجبش الاخوه الـ MWD انجينيرز، ويقول لك ان الموضوع مختلف عن كده تماما وملوش علاقه بالافلام. طيب عشان نشوف هل فعلا الموضوع هو عباره عن الموفي وايل دريلينج ولا حاجه تانية، يبقى لازم نحكي الحكايه من الاول ونسيبكم انتوا تحكموا. والموضوع عادة بيبتدي من قبل البير ما يتحفر، وأول مرحلة من مراحل محاولة الحصول عن معلومات عن الطبقات التحت السطحية عادة بتبتدي بما يعرف باسم الاستكشاف الجيوفيزيائي، واللي بيتم بطرق عديدة. أحد أهم هذه الطرق هو ما يعرف باسم المسح الزلزالي، واللي كانت بتتم زمان عن طريق نشر مجموعة من المتفجرات على سطح الأرض، ودلوقتي استبدلوا المتفجرات بهزازات. سواء كان المتفجرات أو الهزازات بتصدر عنها موجات صوتية أو موجات زلزالية بتخترق طبقات الأرض وتنعكس على الأسطح الفاصلة، بتستقبلها متسمعات أو جيوفولز على سطح الأرض، وعن طريق التسجيلات بيمكن التنبؤ بما يوجد من طبقات تحت السطح. وبتفسير المعلومات اللي تم الحصول عليها بيمكن وضع تصور لما تحت الأرض من طبقات وتراكيب، والعملية دي بيتوضحها الفيديو اللي جاي اللي بيرجع لسنة 1942، واللي فيه العمال بينشروا مجموعة من المتفجرات على مسافات معلومة على سطح الأرض، وبعد كده بيتم تفجيرها. الموجات الناتجة عن تفجير هذه الشحنات بيتم استقبالها وتفسيرها بالشكل اللي احنا اتكلمنا عليه. Drilled rapidly at predetermined locations to shallow depths with modern lightweight rotary equipment. Each hole is loaded with a charge of dynamite, placed at the bottom by jointed tamping rods. When the charge is exploded, the blast creates an artificial earth tremor. A short distance away, the crew of a mobile laboratory strings sensitive electric ears, called geophones, placed to pick up the reflected earth waves. An insulated circuit connects them to apparatus in a truck. The truck is equipped with precise electrical instruments that record the earth waves or seismic waves originating with the explosion, which are reflected back to the surface from the denser beds of buried rocks. When all is in readiness, a charge is fired, and each geophone, because of its known position with respect to the shot, picks up a different reflected wave which is recorded photographically. The operator develops the photographic wave chart immediately. From a large number of different recordings, the depth and shape of deeply buried beds of rock are determined. والتصور اللي تم وضعه عن طريق تفسير المعلومات الجيوفيزيائية لابد من التأكد منه عن طريق الحفر وعن طريق تسجيل الخواص المختلفة للصخور بما يعرف باسم التسجيلات الكهربائية أو وحدة الواير لاين. أوائل التسجيلات اللي تمت بهذه الطريقة كانت بتعتمد على الخواص الكهربائية للصخور، سواء كانت المقاومة أو ظاهرة الجهد الذاتي اللي بتتم تلقائيا نتيجة وجود سوائل غنية بالأيونات في الطبقات. عن طريق هذه الطريقة بيتم تسجيل العديد من الخواص الفيزيائية للصخور مع تحديد أعماق كل طبقة بدقة، وبتم بسرعة كبيرة وبكثافة عالية.
ولكن زي ما احنا شايفين ان هذه المعلومات بيتم تأجيل الاستفادة منها الى ان تنتهي عملية الحفر ويتم عملية التسجيل، مما ينتج عنه تأخير في اتخاذ القرار اثناء عملية الحفر. اما المرحلة الثالثة من مراحل الحصول على معلومات عن الطبقات التحت السطحية، فدي بتتم اثناء عملية الحفر عن طريق جمع عينات من نواتج الحفر سواء الصلبة او السائلة وتحليلها، واللي بيقوم بالعملية دي المد لوجينج يونت. المعلومات اللي بتحصل عليها المد لوجينج يونت عن الطبقات التحت السطحية نتيجة المشاهدة الفعلية لنواتج الحفر بتتجمع مع جزء من المعلومات الخاصة بمعاملات الحفر وبيتم صياغتها فيما يعرف باسم المد لوج. وفضل المد لوج هو الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات عن الطبقات التحت السطحية أثناء عملية الحفر لفترة طويلة. ونظرا لتطور عملية الحفر وبلوغ درجات من التعقيد لم يصل إليها من قبل، فقد أصبح من الضروري معرفة المعلومات عن الطبقات التحت السطحية وكذلك الوضع الفراغي للبير في نفس وقت حدوثه، ولذلك تم التفكير في طرق جديدة لنقل هذه المعلومات إلى السطح في نفس وقت حدوثه. وبعد محاولات عديدة استمرت لأكثر من 40 سنة، وفي سنة 1978 تم طرح خدمة التسجيلات أثناء الحفر أو الـ Measurements While Drilling بصورة تجارية، واللي فيها خدمة الـ MWD بتتكون من جزئين رئيسيين، جزء تحت السطح وجزء على السطح. الجزء اللي تحت السطح عبارة عن أحد مكونات البوتوم هول اسمبلي وبيحتوي على المحفات او السنسورز اللي بتقوم بقياس الخواص المختلفة وبتقوم بعملية تشفيرها وتحويلها الى نبضات بيتم ارسالها عن طريق المرسل في خلال وسط معين. على السطح بيتم استقبال هذه الاشارات وفك تشفيرها وتحويلها الى القيم التي تم تسجيلها. MWD تابع داتا هنا يقعد الدايركشن انجينير. والمحاولات الأولى في هذا المجال كانت بتحاكي الخبرة المكتسبة من التسجيلات الكهربائية الشائعة في ذلك الوقت، وخصوصا قياس مقاومة الطبقات لمرور التيار الكهربائي، واللي كانت بتعتمد على فكرة الدائرة البسيطة اللي لو فيها عندي بطارية الطرف الموجب بتاعها متصل بأحد طرفي المقاومة والطرف الآخر للمقاومة من طرف بالطرف السالب، وبيوجد على التوالي جهاز لقياس شدة التيار، فإن قراية جهاز شدة التيار هتعتمد على قيمة المقاومة. ونظرا لأن طبقات الأرض بتختلف درجة توصيلها للتيار الكهربائي على حسب محتواها من السوائل ومن الأملاح، فلو احنا تخيلنا ان احنا استبدلنا المقاومة الكهربية بجزء من طبقات الأرض، فإن شدة التيار اللي مر في الدايرة هيعتمد على درجة مقاومة هذه الطبقة لمرور التيار الكهربائي. وباستخدام المبدأ ده فإحنا ممكن نقيس مقاومة الطبقات السطحية للأرض عن طريق استخدام بطارية خارج منها سلكين مثبتين في الأرض، هتنتقل الكهرباء من القطب الموجب عبر طبقات الأرض إلى القطب السالب. التغير في قيمة التيار اللي هيسجله الأميتر هيعتمد على مقاومة هذه الطبقة. كده إحنا ممكن نستخدم نفس الطريقة في قياس تتابع أكبر من الطبقات عن طريق إن إحنا نثبت القطب السالب والقطب الموجب هيكون هو المتحرك، وإحنا كل ما هننزل أعمق في سطح الأرض هنسيب بس طرف القطب هو المكشوف لتوصيل التيار الكهربي، ونقوم بعزل الجزء اللي فوقه حتى لا تختلط القراءات مع بعضها. وده بالظبط كان هو الاساس النظري اللي اعتمد عليه كارشر سنة 1932،
وقدم طريقة العزل الكامل للمواسير اللي فيها استخدم الدقاق كموصل للكهرباء متصل بالطرف الموجب للبطارية، والمواسير نفسها جسم المواسير المعدني كموصل كهربائي بعد عزله من الداخل والخارج. وعشان يقدر يدور المواسير فاستخدم فوق خالص عند الكلي، استخدم سليب رينج واثنين كربون براش زي اللي بيحصل في المواتير عشان يقدر يدور. او اعتمادا على الفكرة الاساسية، استمر كرشر في تطوير طريقة توصيل المواسير ببعضها، وفي سنة 1935 قام بعرض مجموعة من اللوجز اللي استطاع الحصول عليها بهذه الطريقة. وبكده اصبح كرشر هو اول من استطاع ان يثبت بطريقة عملية امكانية الحصول على معلومات فيزيائية عن الطبقات التحت السطحية اثناء عملية الحفر، ولكن نظرا للتكلفة العالية لعملية العزل وعدم امكانية تطبيقها بسهولة فتم اهمال هذه الطريقة. ورغبة في التغلب على عملية العزل الكامل للمواسير عند استخدامها كموصل للكهرباء او حتى امداد كابل من السطح الى اسفل البئر لغاية الدقاق، فتم التفكير في استغلال نظرية الجهد الذاتي اللي سبق واعلن عنها الاخوان شلومبرجر، واللي بيوضحها المثال الاتي. اجراء التجربة، نحضر شريحتي الخرصين والنحاس ونغرسهما في حبة الليمون ونترك بينهما مسافة سنتيمترين. نوصل الطرف الأسود لمقياس الجهد بشريحة الخارصين، ونوصل شريحة النحاس بطرفه الأحمر، ثم نلاحظ قراءة فرق الجهد ونسجلها. معنى كده ان احنا لو استبدلنا الليمونة بطبقات الارض والشريحتين المغروزين فيها بقطبين احدهما مثبت على سطح الارض والاخر متحرك امام الطبقات، فالاحتمال الاكبر ان ينشأ فرق في الجهد ما بين هذين القطبين اذا توفر واحد من الشروط الاربعة اللي قدامنا على الشمال. The well bore is filled with drilling mud and rocks are saturated with formation water. These fluids have different salt content and on the boundary between them various electrochemical processes take place, such as diffusion and adsorption of salt ions, which create natural electric fields. The behavior of these electrochemical processes is different in different rock types, like sandstones, which are reservoir rocks, or shales, which are non-reservoir rocks. So, if you measure these electric fields and record our measurements as a curve, negative anomaly on this curve will refer to sandstone, which may be a petroleum reservoir. Bends of the SP curve will correspond to boundaries between different rock formations. Here we can clearly see a productive cycle. أو بناء على النظرية دي، فإحنا ممكن نستبعد البطارية كمصدر خارجي للتيار، وهنستبعد عملية العزل الكامل للمواسير أو إن إحنا نمد كابل من السطح إلى الدقاق، وهنستخدم الدقاق نفسه وما أعلاه من مواسير كأحد الأقطاب، وهيكون القطب الثاني هو القطب المثبت في سطح الأرض، وهنحاول نقيس التيار المر ما بينهم تلقائي. وكانت دي بالظبط الطريقة اللي اقترحها بيشوب سنة 1940، واللي استغنى فيها عن عملية العزل الكامل للمواسير او ان هو يمد كابل معزول من السطح الى الدقاق، واستخدم الدريل سترينج ككل كأحد الاقطاب، وكان القطب الثاني هو عبارة عن قضيب من الحديد مثبت في سطح الارض، واعتمد على قياس فرق الجهد الذي ينشأ تلقائيا ما بينه. ولكن هذه الطريقة بيشوبها عيبين كبار. العيب الاولاني هو استخدام المواسير كلها من اول الدقاق لغاية فوق كأحد الاقطاب، وبالتالي بتكون في حالة اتصال كهربي مع جميع الطبقات اللي تم حفرها، والقرايات اللي هتتقاس هتكون غير معبرة عن طبقة بعينها. اما العيب التاني فانما كلما نزلنا الى اعماق اكبر كلما قلت الاشارة واصبح من الصعب تمييزها. ومع
استمرار الرغبة في استبعاد عملية عزل المواسير بالكامل، أو إن احنا نستخدم المواسير ككل كأحد الأقطاب مما يؤثر على صحة النتائج، أم سيلفرمان سنة 1940 باقتراح إن احنا ممكن نخلي الجهاز اللي هيقيس الخواص الفيزيائية في المواسير فوق الدقائق، وإن احنا من وقت إلى آخر أو عند الضرورة نقوم بإنزال كابل، هذا الكابل يتصل بهذا الجهاز ونقوم بقراءة القراءات اللازمة، ثم يتم رفع هذا الكابل حتى نتمكن من استمرار عملية الحفر. العملية دي هتتطلب ان الحفر يتوقف من وقت الى اخر، ويتم فصل الكلي وانزال الكابل لكي يتصل بالجهاز في اسفل البئر، يعني عملية اشبه بالواير لاين، وبالتالي هتستهلك الكثير من الوقت. فقام سيلفرمان سنة 42 بتعديل هذا الجهاز ووضع ونش معين يلتف عليه السلك فوق الكلي ويستمر في داخل المواسير أثناء الحفر. ونظرا لأن عملية العزل الكامل للمواسير أو مد كابل من سطح البريمة إلى أسفل البئر كانت بتمثل عائق كبير في عملية الحفر، فتم التفكير في طرق أخرى لنقل المعلومات. أحد هذه الطرق هي اللي فكر فيها إيثاي سنة 1943، وبتعتمد على فكرة إن أثناء حفر الطبقات فكل طبقة بيصدر عنها مجموعة من الذبذبات الزلزالية أو الذبذبات الصوتية بتميز كل طبقة، فلو استقبلنا هذه الذبذبات وسجلناها نقدر نستخدمها في التعرف على طبيعة الصخور المحفور. Ask your friend to tap on the table with his hands on the other side of the table. You will find the sound much louder in the ear which is placed on the table. It shows that sound travels much faster in the solid medium than in air. الفكرة اللي قدمها كانت فكرة بسيطة قليلة التكلفة، بتعتمد على ان الدقائق المعتاد اثناء حفر للطبقات هتصدر عنه موجات اهتزازية او موجات زلزالية، هتعتمد في خواصها على طبيعة الصخر المحفور، هتنتشر هذه الموجات في الوسط المحيط الى ان تصل الى السطح، فيتم استقبالها عن طريق سيزموفون، هذا السيزموفون هيحولها الى نبضات كهربائية يتم ترشيحها وتكبيرها، ثم ارسالها الى ملف كهربائي مثبت ما بين قطبي مغناطيس. عندما يصل التيار الكهربائي الى هذا الملف فهيبتدي يهتز بنفس فكرة الموتور. مثبت فوق هذا الملف مراية، المراية بيجي لها شعاع من مصدر ضوئي بينعكس عليها الى ان يصل الى فيلم حساس ويترك اثر يعبر عن طبيعة هذه الصخور. واستمرت محاولات الاستغناء عن العزل الكلي للمواسير او مد كابل من السطح الى اسفل البئر، نظرا اما الى تكلفتها العالية او لعدم مناسبة وجود كابل اثناء دوران المواسير. وقام هاسلر سنة 1942 باحياء طريقة كان اقترحها ديلود سنة 36، وهي استخدام الموجات الصوتية كطريقة لتوصيل المعلومات الى السطح. واقتراح استخدام الموجات الصوتية في نقل المعلومات من أسفل البئر إلى أعلى أثناء عملية الحفر بيعتمد على فكرة تحويل القياسات التي يتم تسجيلها إلى موجات صوتية، أو بمعنى أشمل إلى اهتزازات ميكانيكية تتناسب مع القيم التي تم تسجيلها، ثم إطلاق هذه الموجات في الوسط المحيط، سواء كان الوسط ده هو الطفلة الموجودة في البئر أو الطبقات المحيطة بالبير، واستقبال هذه الموجات على السطح وتكبيرها ثم إعادة عرضها بالطريقة المناسبة. This speaker, if we plug it in, it makes sound. The way this speaker creates sound is by moving the front of the speaker, which is called the diaphragm, back and forth rapidly. Scientists often use the word oscillation to refer to the back and forth motion of an object. Sound wave because it shares the defining feature of waves, which is being able to transport energy through a medium
without having to transport the medium itself. Medium is a fancy word for the material or substance through which a wave is traveling. Air is typically the medium for situations involving sound waves, but sound waves can travel through all kinds of different materials, like water, metal, or even human flesh and bone. أو حتى يمكن تحويل هذه الفكرة إلى صورة عملية فكان لابد من الاستغناء عن المصدر الخارجي للتيار الكهربائي وده تم استبداله عن طريق توربينة التوربينة بتشتغل بحركة الطفلة بتدور مطور الماتور بيوفر الكهرباء اللازمة لتشغيل الجهاز والكلام ده موجود في دريل كولر معزول عن الدقاق بعازل الدقاق نفسه بيستخدم كقطب لتوصيل التيار الكهربائي إلى الطبقات المحيطة التيار الكهربائي اللي راجع من الطبقات مع التيار الكهربائي اللي بيعبر عن زاوية ميل الدريل كولر الاثنين بيتم إرسالهم إلى المرسل اللي ممكن من أي نوع بيسبب اهتزازات وفي هذه الحالة كان عبارة عن ميكروفون. الشكل اللي قدامنا بيبين ازاي عملية الارسال بتتم زي ما احنا شايفين فيه في المنتصف صمامين ثلاثيين اللي هما الدائرتين الصفر بيجي لهم تيار من دايرة بتقيس مقاومة الطبقات وتيار من دايرة بتقيس زاوية ميل الجهاز الصمام الثلاثي الاول اللي هو على الشمال هو اللي بيتحكم في حركة الميكروفون امتى يشتغل وامتى ما يشتغلش عن طريق الريلي المحاطة بمستطيل باللون الأزرق بينما الصمام الثلاثي الثاني هو اللي بيتحكم في فترة السكون وبالتالي فإن الإشارات المرسلة بتكون على هيئة فترات من الاهتزاز وفترات من السكون كل منهما بتعبر عن أحد الخواص المقاسة وتحدد قيمتها بطول الفترة على السطح بتستقبل هذه الإشارات المستقبلات وتقوم بتحويلها إلى صورة يمكن قراءتها ولكن هذه الطريقة في استخدام الموجات الصوتية لم تجد رواجاً في ذلك الوقت نظراً لوجود العديد من مصادر الضوضاء قرب سطح البريمة مما يتسبب تداخل مع المعلومات والإشارات المرسلة وفي نفس الفترة تقريبا فكان في تفكير إلى جانب استخدام الموجات الصوتية استخدام نوع آخر من الموجات وهو الموجات الكهربية أو الموجات الكهرومغناطيسية لنقل المعلومات من أسفل البئر إلى السطح من ضمن هذه المحاولات الاقتراح اللي قدمه سيلفرمان سنة 1942 وحصل به على براءة اختراع واللي بيبينه الرسمة اللي قدامنا اللي بتتكون من الدقاق وبعدين فردة عمود كولر اللي بتستخدم كإلكترود سفلي وبعدين وصلة عازلة بتحتوي على الأجزاء الباقية من الدائرة الكهربية إلى جانب إنها بتقوم بالفصل الكهربي ما بين الإلكترود السفلي والدريل بايبس العليا اللي بتستخدم كإلكترود ثاني المهم ان الاثنين الكترودز بيتوصلوا في دايرة عن طريق بطارية البطارية دي بتغذي شانت موتور DC shunt motor is a DC motor that has the field coil connected in shunt or parallel with the armature. A surprising operation of a DC shunt motor occurs when you decrease the current in the field coil and thus reduce the strength of the magnetic field. The motor armature will actually turn faster. This motor action is counterintuitive. You would expect that decreasing the current and thus producing less power would slow the motor down. وسوف تعتمد سرعة دوران للشانت موتور على المقاومة ما بين الاثنين الكترودز اللي بتعتمد إلى حد كبير على مقاومة الطبقات المحيطة وعند دوران الموتور ستأتي فترات يتم اتصال ما بين الاثنين كاربون براش عن طريق الكوميوتيتور في الفترة اللي بيتم توصيل الاثنين كاربون براش مع بعض بيقوم الاوسيليتور بإرسال موجات كهربائية ما بين الاثنين الكترودز لفترة زمنية بتعتمد على سرعة دوران للشانت موتور اللي زي ما قلنا ان هي بتعتمد على شدة التيار اللي هو نفسه بيعتمد على مقاومة الطبقات ما بين الاثنين الكترودز
الموجات الكهربائية اللي بتتنقل ما بين الاتنين الكترود بتنتشر في الوسط المحيط حتى تصل إلى السطح لغاية لما تلاقي الجزء العلوي من الجهاز اللي بيقوم باستقبال هذه الموجات. الجزء السطحي من الاختراع بيتكون من قطبين مغروسين في سطح الأرض، الموجات بتسبب ما بينهم فرق في الجهد، نتيجة الفرق في الجهد بيسري تيار كهربائي في الخارج بتاعهم رقم 27 و28. التيار الكهربائي اللي خارج بيخش على مكبر اللي هو رقم 29، وبعد كده الباند باس فلتر بيكون مسؤول عن زيادة النسبة ما بين الإشارة وما بين النويزي، المقصود بالنويز هنا الموجات الأخرى الغير مرغوب فيها اللي نتيجة النشاطات السطحية. بعد كده بيخش على موحد ومرشح آخر ثم على المسجل اللي بيعمل أثر ليه على تشارت متحرك. وزي ما قلنا قبل كده إن قيمة المقاومة بتعتمد على طول فترة الإرسال، ففي الشكل اللي قدامنا فوق إن المقاومة بتزيد كلما اتجهنا إلى اليسار، ومع عمل بعض التعديلات في الدايرة ممكن نحسن شكل التشارت عشان يبقى في الشكل اللي تحت. والحقيقة الطريقة دي برضو لم تجد رواج نظرا لأن الإشارات اللي بيتم إرسالها بهذه الطريقة بتعاني اضمحلال كبير أثناء مرورها في طبقات الأرض حتى تصل إلى السطح مما يسبب ضعفها الشديد، إلى جانب أن الموجات اللي مناسبة حتى يمكن إرسالها بهذه الطريقة بتكون هي الموجات اللي ليها تردد منخفض واللي بيقارب الترددات الناتجة عن النشاطات المختلفة على سطح الأرض. طبعا الكلام ده إلى جانب الوصلة العازلة اللي عادة بتبقى من البوكليت أو من المطاط اللي بتسبب نقطة ضعف في عمود الحفر. في أواخر الأربعينيات ظهر اسم جون أرب الحاصل على 42 براءة اختراع معظمها في مجال التسجيلات الكهربائية والقياس أثناء الحفر MWD، واللي كان لإسهاماته الأثر الكبير في نقل الـ MWD من مجرد أفكار علمية وتجارب معملية إلى واقع ملموس. فما هي هذه الإسهامات وكيف أدت إلى ظهور أول MWD حقيقية مما جعله بحق الأب الروحي في هذا المجال؟ ده ان شاء الله اللي هنتكلم عنه في المرة اللي جاية، الى جانب الاسهامات الاخرى اللي ادت الى ظهور اول تطبيق تجاري للـ MWD في سنة 1978. كمل حمادة. كل اللي فات حمادة وكل اللي جاي حمادة تاني خالص.